السلام عليكم يا أولاد، احنا النهاردة هنتكلم على درس المعادن ومصادر الطاقة. ده أول درس في الوحدة الثانية جغرافيا. احنا الوحدة الأولى جغرافيا كنا اتكلمنا على الزراعة وأهم المحاصيل الزراعية اللي في الوطن العربي، واتكلمنا على الثروة الحيوانية والثروة السمكية. الوحدة الثانية هنتكلم على المعادن ومصادر الطاقة. من عنوان الدرس أنا عندي المعادن زي إيه بقى يا ميس؟ زي منجنيز، نحاس، زي رصاص، زي زنك، وهنعرفهم بالتفصيل. مصادر طاقة يعني ايه الطاقة اللي عندي، او مصادر الطاقة بجيب الطاقة منين؟ فحم، بترول، غاز طبيعي. همسك كل جزئية على حدة ونتكلم فيها. بيقول لك دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى ادى معادن موجودة في باطن الارض، في باطن الارض للوطن العربي. انا عندي من اهم المعادن دي حديد، منجنيز، رصاص، زنك، نحاس، وهنعرف كل دولة في الوطن العربي مشهورة بايه، بالمعادن ديت اللي في باطن ايه ارضها. بس قبل ما نتكلم عن معادن هنتكلم يعني ايه تعدين. تعدين يعني استخراج المعادن من باطن الارض. انا عندي الثروات المعدنية بتختلف، يعني في معادن موجودة في دولة بكمية كبيرة، في دولة تانية عندها المعادن دي بنسبة قليلة. طيب ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في كده، ان المعادن بتختلف من دولة لدولة عربية اخرى. ده بيؤدي لايه؟ ان يتبادل سكان الوطن العربي الثروات ديت، فبيزداد قربهم وتوحدهم ويحصل تكامل فيما بينهم. انا عندي المعادن يا اولاد في الوطن العربي بتنقسم لنوعين. عندي الثروة المعدنية بتنقسم لمعادن وصخور اقتصادية. المعادن زي حديد، نحاس، منجنيز. الحديد ده اللي هو يعتبر من اهم المعادن اللي بتقوم عليها الصناعة، وبالذات الصناعات الثقيلة. النحاس بيدخل فيه صناعات متعددة ونذكرها زي الأسلاك الكهربائية والأدوات الكهربائية، صناعة الذهب. المنجنيز ده بيضاف للحديد عشان يديله الصلابة وعدم الصدأ. أنا عندي فيه صخور اقتصادية زي الفوسفات والكبريت والحجر الجيري، وهنتكلم على كل حاجة باستفاضة. دلوقتي احنا دلوقتي خريطة الوطن العربي في جدول تحتها لأهم المعادن. مس انا هحفظ كل الدول لكل معدن؟ لا، احفظ لي اول دولة. بداية الحديد، انا عندي الحديد اكبر دولة فيها حديد في اراضيها موريتانيا، بس مع الاسف هي بتصدره كمادة خام. ليه يا مس بتصدره مادة خام؟ ما عندهاش رأس مال، يعني ما عندهاش فلوس. لو تعرفوا ان موريتانيا دي من اكبر الدول المصدرة للحديد للدول المتقدمة. طيب هي لو كان عندها رأس مال كانت تصنع الحديد ويبقى اقتصادها قوي. يبقى الحديد اكبر دولة فيه مين؟ في الدول الوطن العربي موريتانيا. مش هحفظ بقية الدول، احفظ اولى الدول بس. طيب انا دلوقتي الحديد ده بيدخل في ايه؟ انا لسه قايله لك اساس الصناعات الثقيلة، يعني صناعة سيارات، قطارات، الات، اسلحة. عشان كده ده الحديد اهم معدن. تاني معدن لاحظ حاجة، منجنيز، نحاس، رصاص، زنك، المغرب. اكبر دولة عربية في الثلاث معادن دول المغرب. هحفظ بس يا ميس المغرب، هتحفظ بس المغرب. نمسك المنجنيز. المنجنيز لو تفتكروا في منهج اولى اعدادي ده موجود فين عندنا في مصر؟ وعلى فكرة الحديد عندنا في الواحات البحرية، انا بنقله لمصنع الحديد والصلب في حلوان، ده اللي انت خدته في اولى اعدادي. طيب احنا بنتكلم يا ميس النهاردة او السنة دي على الوطن العربي. يبقى الحديد موجود في موريتانيا، المنجنيز في المغرب. امال المنجنيز فين في مصر يا ميس؟ في حته اسمها مباجمة. ده انا بس بفكر لك بالمعلومات اللي خدتها في اولى اعدادي، اما انت مش مطالب غير بمعلومات تانية اعدادي. المنجنيز في المغرب بيدخل في صناعه الصلب، صناعه الحديد والصلب، عشان يديله ايه؟ يقاوم الصدأ، وكمان عشان يديله الصلابه ومواد الطلاء اللي هي البويات يا اولاد. النحاس بيدخل في صناعه الذهب عشان يديله الليونه. طيب وبيدخل في صناعه اسلاك الكهرباء. تلاقي بابا كده وهو ماسك سلك كهرباء جواك، جوه الجزء المجلفن بالابيض ده، مجرد ايه؟ عباره عن اسلاك لونها نحاس. النحاس ده زي ما انتوا خدتوا في الساينس جيد التوصيل للكهرباء. الرصاص والزنك في مصر عندنا قليل جدا او يكاد يكون منعدم. هو اكتر دوله او دول فيها رصاص وزنك دول شمال افريقيا اللي هي المغرب وتونس والجزائر، واكتر دوله فيها المغرب. طيب الرصاص ده يا ولاد بيدخل في صناعه البطاريات، بطاريات العربيات، السبائك، اسلاك الكهرباء. يبقى انا دلوقتي الحديد موريتانيا، منجنيز، نحاس، رصاص، زنك، مين؟ المغرب. هاخد نوع تاني من انواع المعادن اللي هي الصخور. اهم الصخور الاقتصاديه عندي الفوسفات، بيدخل في صناعات متعدده. لما يقول لي الفوسفات ليه اهميه اقتصاديه يا مس؟ ليه اهميه اقتصاديه؟ اقول بيدخل في صناعه ايه؟ زي صناعه الاسمده. الاسمده دي اللي هي بتعمل خصوبه للتربه، والمبيدات الحشريه، ودبغ الجلود اللي هي الصباغه،
وصناعه الطوب الحراري. الطوب الحراري ده احنا ممكن في مطابخ كتير قوي عندنا نلاقي معموله الهيكل مثلا اللي حوالين الافران بالطوب الحراري. الطوب الحراري ده هو بيستحمل درجات الحراره المرتفعه. يبقى تاني بما تفسر ليه الفوسفات ليه اهميه اقتصاديه، لانه يدخل في صناعه الاسمده، المبيدات الحشريه، صباغه الجلود اللي هي دبغ الجلود، اللي تشوفي مثلا بابا لابس جاكيت لونه مثلا اسود لونه رمادي، دي اسمها الصباغه. طيب بيحطوا مواد معينه، مواد كيميائيه منها الفوسفات وصناعه الطوب الحراري. على معلوماتك عندي المغرب برضو اكبر دوله عربيه في انتاج الفوسفات، وعندي في مصر نسبه فوسفات بكميه كبيره جدا وبصدر للخارج. انا عندي الوطن العربي لمعلوماتك 40% من الاحتياطي العالمي موجود في اراضينا. طيب احنا هنتكلم دلوقتي على صخور اقتصاديه نوع تاني بجانب الفوسفات، الا وهو الكبريت. الكبريت بيدخل في الصناعات الكيميائيه اللي هو حامض الكبريتيك اللي انتوا بتاخده في الساينس. اكبر دوله فيها كبريت العراق. طب مس الكبريت ده موجود، ده صخور موجوده منفرده في باطن الارض، ممكن يبقى منفرد او مختلط بحاجتين، وخلي بالك عشان بتيجي اكمل. انا عندي خام الكبريت ممكن موجود مختلط بايه وايه، يا اما بالغاز الطبيعي او بالحديد. يعني وانا ببحث او بنقب على الغاز الطبيعي ممكن الاقي كبريت، طب وانا بنقب او ببحث عن الحديد الاقي كبريت، ايوه. ممكن الاقي كبريت في اماكن منفرد لوحدها، ايوه. اكبر دوله فيها كبريت مين؟ دوله العراق. هنتكلم بقى على طاقه. يعني كلمه طاقه؟ طاقه يعني بذل مجهود، انا بحاول بقدر الامكان انقل مثلا المكتب بتاعي من مكان لمكان، هبذل طاقه. يبقى ده احداث تغيير في حركه اي جسم اللي انتوا بتاخدوه في الساينس. طيب مصادر الطاقه بقى، الطاقه دي من الثروات الطبيعيه اللي وهبها ربنا لينا. طيب ودي الطاقه دي مصدر للتقدم ورفاهيه لاي ايه؟ لاي دوله. طيب لو دوله عندها بترول، البترول اللي بنقول عليه الذهب الاسود او النفط، ده من اهم مصادر الطاقه، هو عصب الحياه، الحياه كلها حركه الحياه بتدور بالايه؟ بالبترول ومشتقاته. خد معلوماتك، الجمله دي هتسمعها مني دلوقتي وان شاء الله يمكن لنا عمر في ثالثه اعدادي. اكبر دوله عربيه واكبر دوله في العالم فيها بترول السعوديه، بتمتلك كميه كبيره جدا من الاحتياط العالمي للبترول. طب ميس البترول مهم؟ مهم. انت لسه بتقولي عصب الحياه، وانت لسه بتقولي ان اهم حاجه في اقتصاد اي دوله. بيستخدم في اداره مصانع، بيستخدم في وسائل النقل، تقدر تمشي عربيه من غير بنزين؟ مشتقات البترول كتيره جدا، زي السولار، زي البنزين، زي الكيروسين، زي المازوت. طيب والبترول ده برضو بيدخل في بعض المنتجات، عارف البوليستر اللي هي الالياف الصناعيه، الشمع، البلاستيك، الحاجات دي تعرفها بس معلومات ليك. وكمان مصدر رئيسي لدخل بعض الدول، الدول العربيه وذات دول الخليج العربي، بتعتمد اعتماد اساسي على الصناعات البتروليه، يعني الصناعات القائمه على البترول. البترول ده في غايه الاهميه للدول دي. تاني يا اولاد، اكبر دوله عربيه في البترول السعوديه، هو عصب الحياه بنقول عليه النفط او بنقول عليه الذهب الاسود. ولمعلوماتك انت خدت في سته ابتدائي ان كان ليه دور مهم جدا في حرب اكتوبر. طيب انا عندي البترول ليه اهميه كبيره، بتدار بيه المصانع، وسائل النقل اللي هي السيارات، وطبعا بعض الالات، وهو من مشتقاته السولار والبنزين، ومن مشتقاته كمان صناعات كيميائيه والياف صناعيه البوليستر، ومصدر لدول عربيه كبيره جدا لدخلها القومي اللي هي ايه؟ دول الخليج. طيب احنا يا اولاد السنين اللي فاتت كانوا بيقول لنا نحفظ الحقول بتاعه البترول بالدول العربيه. من قيمه سنتين هم قالوا لا خليها معلومه اسرائيل. فانت حابب ان انت تاخد معلومه عنها ان مثلا من اهم الحقول، طب انا هقول هقراهم كده، عايز تعرف معلومه عنهم تمام، مش عايز على راحتك، لان هم مش انت مش مطالب بيهم. في حقل بترول اسمه الغوار بالسعوديه، زكوم بالامارات، حوالي بالبحرين، كركوك ده بشمال العراق، امال بليبيا، حاسي مسعود في الجزائر. وحاسي مسعود لمعلوماتك في بترول وفي غاز. طيب انا في مورجان وراس غار، بما ان انا ايه عايش في مصر فلازم اعرف ان في اكبر بير بترول في مصر اللي هو بلاعين بحري في قناه السويس، وعندي مرجان وراس غارب، دولا من اهم حقول البترول عندي في مصر. البترول ده بيصدر لجميع دول العالم عن طريق ناقلات عملاقه. طيب هنتكلم على مصدر تاني، مصدر مهم جدا، هقول نعتبر ايه في المركز التاني بعد البترول، الا وهو الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي اكتريه الدول دلوقتي بتتهافت انها ينتشر عندها ويتزايد استخدامه بيها.
بسبب ايه بقى؟ تقدم التكنولوجيا. يعني ايه تكنولوجيا؟ تطبيق العلم على الصناعه. طب ليه الناس بقى والدول دي بتتهافت انها تهتم بالغاز الطبيعي؟ السؤال ده في غايه الاهميه. ليه الغاز الطبيعي ده مهم لبعض الدول وليه بيتزاد الطلب عليه؟ ثمنه رخيص، ما بيلوثش البيئه، نقله سهل. خلي بالك من الكلام ده، ليه الغاز الطبيعي كل دول الوطن العربي بتتهافت ان هي تبقى عندها تكنولوجيا قائمه على الغاز الطبيعي. ثمنه رخيص، رخيص الثمن، ما بيلوثش البيئه، وسهوله ايه؟ نقله. انا عندي انتاج الوطن العربي واحتياطه من الغاز كبير جدا. طيب بما ان احنا من اهم الدول المنتجه اللي احنا بنقول السعوديه في البترول، هديك معلومه. انا عشان يطلع البترول لازم الاول يطلع غاز. يعني يميس هو البترول مقترن بالغاز؟ ايوه. عشان ابحث عن البترول لازم بيطلع الغاز الاول. بما اننا لسه قايله ان البترول اكبر دوله في انتاجه السعوديه، يبقى برضو الغاز الطبيعي اكبر دوله عربيه في الغاز اللي هي مين؟ السعوديه. هنتكلم عن الفحم. من اهم الدول المنتجه للفحم برضو المغرب. ايه يا ميس؟ هي المغرب دي فيها كل حاجه، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل في البلد دي كميه مصادر طاقه وبرضو معادن. انا عندي الفحم ده من اهم الدول المنتجه للمغرب، بس مع الاسف زي ما قلنا الغاز ما بيلوث البيئه، الفحم عند احتراقه بيلوث البيئه. لمعلوماتك الفحم والغاز بيولدوا كهرباء، وهتعرف الكلام ده في ثالثه اعدادي. طب ميس، في حاجه اسمها خدتها في الساينس طاقه متجدده وطاقه غير متجدده. الطاقه الغير متجدده اللي هي ايه يا اولاد؟ الطاقه الغير متجدده الفحم والبترول والغاز الطبيعي. يعني ايه ميس غير متجدده؟ يعني كتر استخدامي ليها واستهلاكي ليها هتنفذ. اما الطاقه المتجدده اللي هي ايه؟ موجوده باستمرار. زي ايه بقى؟ زي الطاقه اللي بتولد من الايه؟ من شلالات الميه، من السدود. دي اسمها طاقه كهرومائيه. عندنا السد العالي اكبر سد موجود في منطقه الشرق الاوسط وفي الوطن العربي، بولد منه كهرباء نتيجه اندفاع الميه على التربينات دي. طيب الشمس، تيجي في يوم الشمس تقول انا مش طالعه؟ لا مستحيل. الطاقه الشمسيه دي موجوده باستمرار، وفي دوله زي اليابان بتهتم بالتوسع في استخدام الطاقه الشمسيه. طاقه الرياح دي اللي انا باخد منها كهرباء. طاقه الرياح دي انا عندي في منطقه الزعفرانه من اكبر الاماكن اللي بولد منها طاقه الرياح دي. معلوماتك من طاقه الرياح بولد كهرباء. انا عندي الطاقة الكهرومائية مهمة جدا جدا، وخاصة في مصر. مصر فيها سد الا وهو السد العالي. طيب هو الطاقة الكهرومائية بتنتج عن ايه؟ ان انا دول عندها ايه؟ بص لاحظ حاجة، مصر، السودان، العراق. ليه بقى الدول دي فيها طاقة كهرومائية؟ عشان وجود انهار. يبقى لما يقول لي ليه دول مصر والسودان والعراق والمغرب فيها طاقة كهرومائية؟ لوجود انهار. ان شاء الله باذن الله الحصة الجاية هنتكلم على درس تاني من الدروس التاريخ، اللي هو هنتكلم على ازاي بقى الحضارة الإسلامية حاولت بقدر الإمكان تأثر في العالم. إن شاء الله بإذن الله الحصة الجاية هنتكلم في الموضوع ده. مع السلامة.